بسم الله. بعد ما دخلنا التوبوغرافي وحولناه لريفت ظهر معانا بالشكل دوت فيه تفاصيل كتيرة قوي، فده مش مقبول. طيب ده دي عبارة عن ايه؟ عن توبوغرافي. يبقى انا هدخل في الفي في واقول له اقفل لي التوبوغرافي. طيب لو انا اخفيت التوبوغرافي كله يبقى انت كده كأنك ما دخلتش حاجة. لا الصح بقى ان انت ايه، تنزل التوبوغرافي تمام، بس تخفي الايدج الحواف. بص هيبقى الشكل عامل ازاي، هيبقى اروع بكتير، وفي الخطوط الرئيسيه دي بس اللي احنا عايزينها تمام، هي دي بس اللي احنا عايزينها. طب لو عايز اخفيها هتقول له اخفي البريمري والسكندري او بالشكل دوت، هتبقى اللوحه كلها كانها قطعه واحده تمام. طيب يبقى الافضل ان انا اظهرهم تمام، الا لو مستدعي اللوحه. ودي لو انت عايز تظهر تفاصيل، بس هتبقى تفاصيل شكل اللوحه بالشكل دوت.